عايزه اتكلم النهارده على الصندوق السحري. تفتكروا الصندوق السحري ده بيوازي ايه قوه؟ بل بالعكس اقوى منه، خزان المشاعر، خزان اللي بنقعد نخزن فيه بشكل لا ارادي كل الحاجات اللي مضايقانا، في حين ان احنا عندنا حاجه لو اتعاملنا معاها بشكل ارادي هتخلق لنا اللي ممكن نسميه سحر في حياتنا. او انا يمكن بحب استخدم في افكار السحريه والصندوق السحري عشان بحب القصص الخياليه، بس كل واحد يسميها بالشكل اللي يريحه. الفكرة ان احنا نركز على الحاجات الكويسة اللي في حياتنا، نركز عليها بشكل واعي. يعني طول ما احنا قاعدين مثلا كل شوية، كل ربع ساعة، كل نص ساعة، نبص حوالينا ونشوف ياه ده في الوان حلوة، ده انا مستريح في القعدة بتاعتي، ده انا الجو ممكن يكون كويس، مش هنتكلم على فصل الصيف بس الا لو حد بيحبه طبعا، بس نستمتع بكل حاجة حوالينا. شبه فكرة الحضور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ان كل شوية اسأل نفسي انا فين دلوقتي. الخطوة اللي بعد كده ان كل شوية اسأل نفسي ايه اللي ممكن اقدره من النعم اللي عندي دلوقتي اللي ممكن احمد فيها ربنا عليها. يعني كتير قوي احنا بناخد الحاجة مسلمات، بس في الحقيقة لما بتروح مننا ما بنشوفش انها كانت، بنشوف فايدتها. يعني مرة كان هي هتفتكروه كورونا بس الحقيقة ما كانش، كان عندي دور برد زمان وما تعالجش صح، فما بطلت اشم فتره بعدين. وبعد ما خدت العلاج بتاعه وكنت ساعتها بروح من الشغل على المحور، كان دايما في ريحه حرق سيئه جدا، ريحه شنيعه. فاول مره شمتها مش انبسطت، كانت لحظه رائعه، مع ان انا من الناس اللي يعني بطني بتقلب بسرعه لو في حاجه مش عجباني ريحتها، كنت مستمتعه جدا، قلت ايه ده، الله انا بشم تاني الحمد لله. فاحنا طول الوقت عندنا حواس كتيره جدا ما بنحمدش ربنا عليها، حوالينا حاجات كتير جدا كويسة ما بنحمدش ربنا عليها. فاحنا محتاجين ان احنا طول الوقت نفكر نفسنا بالحاجات اللي موجودة، مش نقول الحمد لله واحنا مش مصدقين ده، لان احنا بنقولها في وسط المشاكل فبنقولها زي يعني احتياطي لحسن يجي لنا مشاكل اكتر، بس في الحقيقة ما احناش مقدرين الحاجات التانية الكويسة اللي عندنا. زي تاني هفكركم بيها فكرة 98 و2%، احنا اغلب الوقت او كل الوقت يمكن في 98%. فكل واحد يحاول يفكر شكل الصندوق السحري بتاعه ايه، ويفتكر يحط جواه كل التقدير اللي عنده ويحمد ربنا على كل النعم اللي هو فيها في كل لحظة.